مساء الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بتمنى هيك دائما نلتقيكم على الخير وتكونوا عم تنعموا بافضل صحه واجمل حياه ضمن برنامج صحه وحياه. برحب فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا وبدعيكم لحتى تحضروا حلقتنا تستفيدوا منها، واذا عندكم اي استفسار تشاركونا من داخل او خارج الامارات بسياق الحلقه. الارقام رح تمر امامكم اسفل الشاشه. اسمحوا لنا اليوم نرحب بضيفنا دكتور وسام التمر. اهلا وسهلا فيك دكتور وسام. اهلا فيك. وسام التمر حضرتك اختصاصي جراحة الأطفال، موجود معنا من مستشفى الزهراء في الشارقة. اليوم موضوعنا موضوع شائع عند الأطفال نوعا ما، تحديدا انغلاف وأيضا انسداد الأمعاء. رح نحكي بهذا الموضوع، رح نحكي أيضا عن موضوع أيضا التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال. قد ايه اليوم هدول الموضوعين أو المحورين فيهم أعراض متشابهة ومختلطة ممكن ما ينتبهوا للأهل وتؤدي لتفاقم الوضع؟ بداية بأول محور، خلينا نعرف من حضرتك شو هو انغلاف الأمعاء؟ تمام. انغلاف الأمعاء هو أحد أسباب انسداد الأمعاء اللي بتتظاهر خصوصاً عند الأطفال الصغار، الرضع والأطفال الصغار تحت عمر السنتين تقريباً. هو عبارة عن انسداد بالأمعاء، يعني هو بيصير من الولادة إلى عمر السنتين؟ ممكن لعمر الثلاث سنين. هو ممكن يصير بأي فترة من فترات العمر، أشيع فترة لإله بين 6 شهور لثلاث سنوات، هي الفترة الأشيع لحدوث انغلاف الأمعاء عند الأطفال الصغار. انغلاف الأمعاء هو عبارة عن أنه الأمعاء الدقيقة اللي هي أشعة مكان فيها نسميه نهاية الأمعاء الدقيقة، الدقاق أو الإليوم، نهاية الأمعاء الدقيقة بتدخل بالأمعاء الغليظة، بيفوتوا داخل بعض مثل التلسكوب، أمعاء صغيرة بتفوت بالأمعاء اللي أكبر منها، بيفوتوا داخل بعض، وهون بتبلش عنا آلية الانسداد، أنه عروة معوية فاتت داخل. عم نشوف الصورة دكتور إذا تحب تشرح عليها. تمام. هون بالصورة موجود عندنا نهاية الدقاق كما نشوف داخل الأعور، يعني نهاية الأمعاء الدقيقة فايتة بالأمعاء الغليظة وبلشت تشكل عندنا الانسداد. يعني حضرتك عم تقول شائعة وبعمر صغير، لما نقول شائعة بدنا نشوف شو يعني الأسباب عن هالموضوع، ولكن هون بس اسمح لي أسأل سؤال، هي بتصير فجأة ولا بتاخذ وقت من عند ولادة الطفل لسنتين أو ثلاثة؟ تمام. بداية انغلاف الأمعاء بيحدث فجأة، بتلاقي الولد ما في شيء، قاعد أموره كويسة ما في أي شيء، بيظهر بألم بطني. الألم البطني عند الأطفال ما بيقدر يقول لك أنا عندي ألم بطني، بيعبر عنه بالبكاء، بكاء شديد بيبدأ عنده فجأة. هاي أول تظاهرة من تظاهرات انغلاف الأمعاء. أحياناً هدول الأولاد بيكون مسبوق عندهم مثلاً قبل أسبوع أو 10 أيام بيكون عنده إنتان تنفسي علوي أو التهاب معدة أو أمعاء. هذا ممكن يحرض الآلية الفيروسية اللي سببت التهاب المعدة والأمعاء أو الإنتان التنفسي العلوي، ممكن تحرض له انغلاف أمعاء. نعم. هلا بعد شوي رح احكي اكثر عن الاسباب والعوارض، بس اذا هو ممكن يصير انغلاف الامعاء او دخول الامعاء الغليظه الدقيقه في الغليظه بشكل فجائي، واول يعني مؤشراتها او العوارض هي بكاء شديد فجاه للطفل. تمام. هل يعني كمان بتعمل حراره، بتعمل شيء ممكن الام تلاحظها بالعين؟ يعني اغلب الاطفال لما بيبكوا دكتور، وخاصه حديثي الولاده، انا كشخص من هالمجتمع دغري بسمع بيكون ممغوص. يعني صح. يعني ما ممكن يصير مع الطفل شيء الا اذا عنده يعني دائما هيدا اذا بدك الاجابه، هيدي الاجابه شائعه بشكل اكثر من انه واحد يوعي حاله اكثر هل في شيء اخر. صح. يعني يسال السؤال لنفسه. تمام. هلا انغلاف الامعاء عند الاطفال بيظهر بصوره مختلفه عن اي مغص ممكن تشوفيه عند الطفل. له حدثيات متواليه ورا بعض، ببلش بالم مفاجئ، الولد ما بيكون في شيء، بيبدا عنده الم مفاجئ. الالم المفاجئ بيعبر عنه بكاء شديد، بعديها 5 دقائق 10 دقائق بتهدى، بتروح نوبه الالم. الولد بيرتاح. ممكن يعني يستمر بالبكاء والألم 10 دقائق تقريبا، 5 دقائق لعشر دقائق بعدين بيرتاح. حلو. أوكي. بعدين بترجع بعديها نوبة ألم شديدة، رجع مرة تانية، فات الانغلاف، الأمعاء فاتت ببعضها بشكل زادت. يعني ورا بعض ورا بعض. تماما. بتصير بعدين فترة الراحة هي اللي ارتاحها، مثلا ارتاح أول شيء 5 دقائق بين النوبتين، بعدين بتصير فترة الراحة أقل وفترة البكاء أكتر، بتزيد فترات البكاء ومدة فترة البكاء. بعدين بعد فترة هلأ البكاء عم يزيد والانسداد عم يزيد أو انغلاف الأمعاء عم يزيد، بيتظاهر انسداد الأمعاء دائما بالإقياءات. أوكي. أحد مشعرات انسداد الأمعاء أنه الولد يصير يتقايق، يصير يراجع، هاي واحدة من المشعرات. ونوعية البكاء أو شدة البكاء مختلفة تماما عن البكاء اللي بتعرفه الأم بالعادة. شدة بتكون شدة بكاء عالية. بعد فترة من كثر نوبات البكاء والألم البطني اللي بصير الولد منهك متعب،
بتلاقي بيبكي شوي بعدين بيرجع ينام، بنسميه هذا وسن، ميل للنوم من شده الاعياء اللي صار عنده بسبب النوبات. بطل عنده الانغلاف طاقة يعني. بيبطل عنده طاقه، حراره ما بيكون بالانغلاف لانه الانغلاف ما له اليه التهابيه، ما في التهاب، ما في انفكشن بالجسم واضحه، هو امعاء دخلت داخل بعض، لذلك حراره ما بيكون فيه. ما في حراره. رح احكي هلا عن العوارض بس حابه استفهم اكثر عن الموضوع. مفيد يعني مشاهدينا، قد ايه نسبه الامعاء الدقيقه اللي بتدخل بالامعاء الغليظه؟ هل الى حد إلى نسبة معينة محدودة أو لا؟ تمام. في حال ما لحقوا الأهل الطفل دغري يعني. تماما. هلأ الانغلاف، هلأ أنا قلت لكم أشيع مكان لإله هو بين الأمعاء الدقيقة، نقطة التغاء الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة. بس ممكن يصير بأي مكان من الأمعاء. ممكن يصير بالأمعاء الغليظة لحالها، ممكن يصير بالأمعاء الدقيقة لحالها، بس أشيع مكان 80-90% بين نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة. هذا نقطة أشيع الالتقاء مكان. نقطة الالتقاء. هلأ الصورة اللي كنا حاطينها كانت كنا شايفينها أول شيء. فينا نعيد الصورة اللي قبل. أول شيء. أي. كان في موجود عندنا دخول للأمعاء الدقيقة بس تقريبا يدوب 5 سنتي بالأمعاء الغليظة. هذا الانغلاف بعده بأوله. بس سؤال حضرتك انه لايمت ممكن يوصل هذا الانغلاف؟ ممكن يفوت الانغلاف الامعاء الدقيقه تستمر تدخل بكامل الامعاء الغليظه، وممكن في حالات نادره يطلع الانغلاف من فتحه الشرج، تلاقي الامعاء طلعت من فتحه الشرج، هذا الانغلاف يوصل لمرحله شديده. قد ايه بدها هون وقت لحتى تصير؟ يعني قد ايه بتاخذ وقت لنوصل لهالمرحله انه تظهر الامعاء من الشرج؟ تمام. هلا هي نادره نشوفها، ما بنشوفها عند اي نادرة طفل. بس تمام. تقريبا فيك تقولي لحد العشر ساعات ممكن حسب شده النوبه، بس هي حاله اسعافيه يعني، هي الحدسيه كلها خلال 24 ساعه بتكون وصلت للذروه تبعها، والولد صار بده عمل جراحي او بده تدبير مناسب لهالانغلاف. كنت حابب تشرح شيء معين على الصورة. حكيت النقطة انه الامعاء الدقيقة ممكن تفوت بكامل الامعاء الغليظة شدة الانغلاف اللي حضرتك حكيتي عنها وتطلع يعني هون الانغلاف، بمعنى انه الامعاء الغليظة غلفت الامعاء الدقيقة تماما، دخلت الامعاء الدقيقة دخلها وصارت مغلفة تماما. يعني قلت من 6 شهور تقريبا لسنتين او 3 3 سنين، هي الفترة الاكثر شيوعا اللي ممكن تحدث فيها الانغلاف. ولكن في حال حدثت ما في مشكلة، إذا بدك حطه سايلنت كل وقتك حكون أنا عم بسألك السؤال. لما تحدث أول نوبة أو أول حالة بكاء للطفل، ويمكن بتروح مثلا بترجع بعد شهر بترجع، حابين نعرف إذا هي متواصلة يعني الألم ولازم أنه بخلال 24 ساعة أو يومين نسعف الولد، أو هي بتاخذ أوقات ممكن تظهر نوبات وتختفي؟ رح نعرف أكثر بعد هذا الفاصل. تمام. دكتور فاصل مشاهدينا وقلنا عودة، خليكم معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نتابع معكم مشاهدينا حلقتنا لليلة اللي عم نتناول فيها موضوع انغلاف وانسداد الأمعاء عند الأطفال وأيضا التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال. مرحب فيكم عن جديد وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ومرحب بضيفنا لهذه الحلقة دكتور وسام التمر اختصاصي جراحة الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور وسام. كنت عم بسألك قبل الفاصل إنه النوبات اللي بتصير لما تصير الأمعاء، يعني الانغلاف الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة، لما بتصير أول نوبة وبيبكي الطفل، وحضرتك ذكرت ممكن بعدين بيتعب، بكونوا الأهل يعني بعد ما عرفوا شو صاير معه فما أسعفوه ما أخذوا للطبيب، هاد النوبات متتالية بشكل متعاقب يعني وسريع ولا بتاخد فترات متباعدة؟ تمام، حدسية التهاب الأمعاء هي فترة متعاقبة وراء بعض، ما بتاخد فترة طويلة، يعني ما بتاخد 24 ساعة أو أكثر. الانغلاف الأمعاء هو عبارة عن حركات الحوية للأمعاء، الأمعاء بتتحرك بحركة بنسميها الحركة الحوية لتخلي الطعام ينزل من الأمعاء الدقيقة للأمعاء الغليظة. كل ما عم تيجي حركة حوية عم تحرضه للولد نوبة ألم بطني، تمام؟ وسطيا بالعادة الألم بيصير تقريبا كل 10 دقائق لربع ساعة، تمام؟ وبيرتاح بعديها الولد تقريبا شي 5 دقائق 10 دقائق، بترجع مره ثانيه، بس النوبه الثانيه اشد من النوبه الاولى. بتلاقي الام الولد عم يبكي بصوت اعلى، هذا البكاء مو البكاء الطبيعي اللي بالعاده يبكي الابن، هي مؤشر مباشر، يعني مؤشر مباشر، والام بتعرف انه هذا البكاء مو بكاء مغص عادي. بعديها بتلاقي الولد ارتاح 5 دقائق، بعديها بتيجي نوبه ثالثه اشد من النوبه اللي قبلها، وفتره الراحه كل ما عم تقصر. يعني اذا ما اسعفوه دايركت او بنفس ال 24 ساعه بكير، ما ينطر 24 ساعه الطفل يفقد عن جد قوته كلها. تماما، راح الولد بعد فتره من كثر نوبات الالم البطني بصير منهك، مثل ما قلت لك بميل للوسن، بصير عنده ميل للنوم، ممكن يصير عنده اقياءات، تبلش اقياءات حليبيه، يصير عنده حليب يطلع، بعدين ممكن تصير هالاقياءات بلون اصفر، هي بتدل لنا انه انا صار عندي انسداد امعاء. وبالحالات اللي ممكن نتاخر فيها اكثر من هيك ممكن يصير يطلع معه بالخروج لون براز مميز بنسميه لون براز هلام الكرز، بيصير لون البراز على احمر مثل هلام الكرز. هي علامه مميزه لانغلاف الامعاء، ما بنشوفها بشكل رئيسي الا بانغلاف الامعاء. وموجود صوره، هي صوره ممكن نلاقي ستول براز ومعه تقريبا هاللون هذا هلام الكرز. هي علامه مميزه جدا انه انا صار عندي انغلاف وصار له فتره طويله، لازم الام مباشره تاخذ الولد للطبيب ويبلش له بالاجراءات الاسعافيه.
يعني هذا مؤشر كتير مهم مباشر بس كمان برضو متأخر إذا متأخر نسبيا. هل بيصير في جرح بداخل الأمعاء عند الطفل ولا لا؟ لا هي الأمعاء عم تدخل داخل بعضها ما عم يصير جرح بس كل ما فاتت الأمعاء داخل بعض وتأخرت الأمعاء بتوزم بتتورم بيزيد الانسداد وممكن مع الوقت هالأمعاء تنقص التروية ما عاد يصلها دم كافي ممكن هالأمعاء تتنخر ما منشوف تمام هي العروة المعوية فايتة بداخل العروة المعوية الأخرى مع الوقت ممكن جدار هالعروة المعوية هاد ما عاد يصله دم كافي ممكن يتنخر بعدين ينسقب انسقب جدار العروة المعوية صار عندي التهاب بكامل البطن صار عندي حالة إسعافية ممكن لا سمح الله تودي بحياة الولد هون عم نحكي مرحلة متقدمة متأخرة جدا طيب دكتور كنت بدي أسألك بالنسبة للطفل اللي عم بتقول حضرتك إنه بكائه ما بيكون كبكاء المغص الاعتيادي اللي بيصير عند كل أطفال حديثي الولادة وهيك الأم كيف بتلاحظ ما بدنا نوصل للمرحلة المتطورة لهون الأم كيف بتلاحظ هذا المغص شو الاختلاف اللي فيه هل في انتفاخة على جهة واحدة من البطن أو شو تمام هلا إذا الأم رح تطلع على منظر البطن رح تلاقيه تقريبا منظر بطن طبيعي بالأم ما رح تلاقي هالفرق بس الأم أكثر مشعر بالنسبة لها هو البكاء شدة البكاء ونوعية البكاء أحيانا في أمراض بتقلك البكاء تبعها عالي الطبقة تمام بكاء عالي الطبقة والميزة خلال ساعة مثلا بتلاقي خلال ساعة عم يبكي تمام هي التظاهرة بشكل رئيسي مميزة لانغلاف الأمعاء والأم رح تعرف إنه ابنها ما عم يتقبل شهيته للأرضاع بتصير خفيفة ما عم يتقبل الأرضاع تمام حرارة ما رح يكون عنده يعني ما رح تلاقي فيه حرارة رح تلاقي ممكن إقياءات ممكن ما عم يتقبل الرضاعة وعم يعاني من قصة هالبكاء اللي هي العرض الأساسي إذا نحن هذه العوارض تقريبا الشاملة يلي هو البكاء يلي هو الإقياءات الإقياء عدم رغبته بالطعام وأيضا ميوله للنوم والحالة المتقدمة هي أنه في هذا المادة الهلامية الكرازية في البراز هل هناك عوارض أخرى مباشرة ممكن تسلط الضوء عليها بعد دكتور؟ بشكل رئيسي يعني بعد فترة ممكن حصل توقف خروج انسدت الأمعاء صار عنده توقف خروج ممكن ما عاد يخرج الولد بس نحن هون عم نحكي بظرف 24 ساعة بس نحن ما بنصل ل 24 ساعة الأهل رح يلاحظوا خلال 6 ساعات أغلب الأهل بيرجعوا بيراجعوا الطبيب لأن رح يلاقوا الولد لازم يأكل خلال 6 ساعات 8 ساعات لازم يرضع الولد ما عم يرضع شو ما عم تعطي أمه عم يراجع وقت رح يراجع طبيب قولا واحدا طب إذا الطفل صار عنده حالة إمساك الإمساك لا يؤدي للبكاء بشكل تمام مثل ما حضرتك عم تذكر يعني قوي كأنه صراخ وهيك هل في علاقة هون إنه كمان إذا لاحظت الأم ابنها لم يعني ما صار في عملية تبرز هل كمؤشر هي تعتبر أو لا تمام. في أطفال بيمرق ساعات وست ساعات ما بيخرجوا عادي موضوع إنه يصير عنده إمساك عادي بس الولد مثل بس ما حكيت حضرتك ما في ألم ما في بكاء ممكن ترضع أمه ويرضع الولد ممكن يأكل عادي ما في عنده حرارة ممكن تكون حركته مقبولة يتحرك بالبيت ما في مشكلة أما مريض الإنغلاف لا حركته بتطل بأقل قدر ممكن من الحركة وما في بنوب شهية للطعام عوارض مختلفة نعم. تماما طيب دكتور شو الأسباب يعني ليش تدخل الأمعاء الدقيقة عند نقطة الالتقاء مع الأمعاء الغليظة ليه بتدخل داخلها تمام هلا انغلاف الأمعاء احنا ممكن نميزه لقسمين انغلاف بدئي وانغلاف ثانوي المقصود بالانغلاف البدئي انه انغلاف مجهول السبب يعني نحن ما بنعرف ليش فاتوا الامعاء مع بعضهم 90% تقريبا من حالات انغلاف الامعاء بدئي مجهول السبب بس بيقول لك في شغلات ممكن ترشدنا انه انا هذا الانغلاف سببه فيروسي انه قبل باسبوع بتلاقي الولد ممكن صاير عنده انتان تنفسي علوي او عنده التهاب معده وامعاء هذا الالتهاب او الانتان الفيروسي بيحرض انه تتضخم منطقه الامعاء الدقيقه يصير في ضخامه منطقه الامعاء الدقيقه وتخليها تدخل بنسميها منطقه لويحات باير هي عقد لمفاويه بالامعاء الدقيقه بنهايه الامعاء الدقيقه هي الانتان الفيروسي بخليها تتضخم تضخمت بهاي المنطقه خلتها تدخل بالامعاء الغليظه هذا ممكن واحد من الاسباب اللي بتساوي الانغلاف البدئي الانغلاف الثانوي تقريبا بشكل 10% من حالات الانغلاف هذا الانغلاف ممكن نلاقي له سبب نقول انه في سبب الانغلاف احيانا تضاعف الامعاء هي سبب احد التشوهات الخلقيه تضاعف الامعاء ممكن هالتضاعف يشكل تضاعف الامعاء اما تكون اطول من الحد اللازم الاعتيادي لا بيكون التضاعف هو دبل يعني دبل انا عندي واحده بصير عندي مضاعفه ممكن يكون شكلها كيسي هالتضاعف ممكن يكون شكلها انبوبي يعني بدال انا العروه المعويه بيكون عندي تنتين ممكن هالتضاعف هذا يشكل نقطه بادئه احنا بنسميها نقطه بادئه للانغلاف ممكن امراض احنا بنسميها روتج ميكل
تمام. مرض عند الأطفال الصغار كمان يشكل نقطة بادية. ممكن البوليبات اللي بنعرفها تشكل نقطة بادية لانغلاق الأمعاء. النتوءات اللي داخل الأمعاء ممكن تشكل. هدول كلهم نسبتهم قليلة تقريبا شي 10%. بس 90% من أسباب انغلاف الأمعاء مجهولة. هلأ في ناس بيقولوا ممكن عند الأطفال الصغار. ليش بيحدث عند الأطفال الصغار؟ أنا عندي منطقة الالتقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة عند الأطفال الصغار أول شيء بتكون زاوية منفرجة. تمام؟ مع العمر ممكن تتاخذ زاوية حادة. هلا الزاوية المنفرجة أول شيء بتسهل عليك إنه الأمعاء يفوتوا ببعض، أما وقت ما يكونوا بزاوية أقل زاوية حادة هون ما بيصير هالإنغلاف. الولد كل ما كبر بتصير نقطة التقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة زاوية حادة تقريبا. طب دكتور هون العوارض يعني بتكون جدا واضحة، ومثل ما ذكرت حضرتك إنه ما بي يعني ساعات لو الأهل ما عندهم فكرة بحسوا إنه خلاص لازم ياخذوا الطفلون عند الطبيب. مرحلة التشخيص دقيقة كتير، خبرنا عنها يعني يمكن هي الأساس. تماما. نحن بعد ما نكون أخذنا القصة من الأهل وخبرتنا الأم أنه عم يبكي بهالطريقة، نحن بناخد تقريبا 90% أنه تشخيصنا باتجاه انغلاف أمعاء أو انسداد أمعاء. هاي بتعطينا تقريبا القصة السريرية من الأم، بتعطينا نصف التشخيص. نحن بالفحص السريري بنفحص بطنه للولد بالعادة. البطن ممكن نلاقي المنطقة اليمين اللي فيها التقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة ممكن نلاقيها أفضل من الطبيعي، بالعادة بتكون شوي منفوخة. نحن بنميزها بنلاقي شوي تقريبا منخفضة بهاي المنطقة. هاي بالفحص السريري نحن بنسميها علامة دانس. بعد ما نخلص الفحص السريري نحن ممكن نطلب له التراساوند إيكو، الأشعة التلفزيونية. الأشعة التلفزيونية موجود، أنا حاطت أيوه هي الأشعة الألترا ساوند، بتعطينا علامة الهدف. تمام. هي العلامة اللي شايفينها مثل علامة الهدف، هي عبارة عن دائرتين، هالعروة المعوية الدقيقة اللي فاتت بالعروة المعوية الغليظة على شكل دوائر، لأنه هي جدارها دائري العروة المعوية. هون صايرين عندنا بالألترا ساوند بتبين لنا علامة الهدف، عروة داخلية هي العروة الصغيرة ومن برا هي العروة الخارجية. تمام. هي بتعطينا تقريبا نسبة تشخيص عالية وواضحة. وإذا كان الألترا ساوند أعطانا هالصورة هاي خلص نحن شخصنا انغلاف، ما في داعي نسوي أي شيء تاني. ممكن أحيانا نطلب هاي صورة تانية لانغلاف بالمقطع العرضي اللي على اليمين بفرجينا علامة الهدف إذا ملاحظ دوائر، وبالمقطع اللي على اليسار ممكن إذا أخذنا المقطع عرضي بالألترا ساوند يعطينا علامة إحنا نسميها الكلية الكاذبة. في بالطبق المحوري للسي تي سكان في صورة كمان إحنا عاملين، إذا ما تشخص معنا بالإيكو بالسي تي سكان هاي هي بالنص، إذا ملاحظ اللي قبلها في عنا الصورة اللي قبلها كان عنا صورة سي تي سكان أو طبق المحوري اللي قبل هاي هي في عنا علامة الهدف واضحة بالسي تي سكان، هاي اللي بالنص اللي حاطين عليها مؤشر. تماما. تمام. هلا اذا ما وضح معنا بالالترا ساوند بالايكو الاشعه التلفزيونيه وما وضح معنا الانغلاف بالطبق المحوري، ممكن نعمل الخطوه اللي بعده الصوره الثالثه اللي هي صوره الماده الظليله. نحقن ماده ظليله الملونه الصبغه الملونه، بنحقنها من الشرج بترسم لنا الامعاء الغليظه، وبعدين الصوره اللي بعدها بتوقف الامعاء او بتوقف الماده الظليله عند مكان معين. شوف اذا بنلاحظ هلا الماده الظليله مشيت من تحت لفوق لليسار، هون وقفت مكان معين، هذا رأس الانغلاف. هي المادة الظليلة لازم تكمل لتفرش كل الأمعاء. بالتنتين نفس الشيء. يعني هي بنهايتها بالA ولا بالB. في بالنهاية عندي شكل مقعر هيك صح. اللون الأبيض في عندي شكل مقعر، هذا رأس الانغلاف. هي الأمعاء اللي فايتة بعض الأمعاء الدقيقة اللي فايتة، هي بتفرجيكي دليل أنه هذا عندي انغلاف أمعاء. هي المادة الظليلة لازم تمرق على كل الأمعاء، هون ما مرقت، وقفت عند هاي النقطة المقعرة اللي نحن شايفينها لأنه في انسداد أو في انسداد ما عاد سمح ما مشيت بالأمعاء. نعم. طب دكتور قديه التأخير؟ قلت لي في كتير مضاعفات يعني ممكن تؤدي لحياة الطفل. تمام. بدي أحكي فيه قبل ما نحكي بالعلاج. تمام. هلأ مثل ما قلنا هي حدثية متوالية، يعني هلأ الأمعاء بعد ما فاتت داخل العروة المعوية الغليظة بتتأثر ترويتها، معنات أنه تتأثر ترويت الأمعاء، ممكن جدار الأمعاء ينسقب. انسقب جدار الأمعاء، طلعت محتويات الأمعاء البرازية على البطن، عملت التهاب برتوان، التهاب بكامل البطن، ممكن تعمل انتان بالدم، تسمم يعني. تسمم بالدم. ممكن بالنهاية لا سمح الله يودي بحياة المريض. بس نحن غالبا ما منوصل لها لأنه الأهل رح خلال فترة قصيرة رح يعرفوا. طب شو العلاج لانسداد الأمعاء؟ تمام. انغلاف الأمعاء. هلا اذا بنرجع على الصوره الظليله اللي كنا حاطينها قبل شوي. الصوره الظليله هلا 80% من حالات انغلاف الأمعاء اذا اجانا بالعمر اللي نحن قلنا عنه من عمر 6 اشهر لثلاث سنوات هو انغلاف بدئي. 80% من الحالات. تمام. 80% من الحالات هاي الصوره شخصت لي الانغلاف. بس ممكن بنفس الوقت انا احقن ماده ظليله، بعد هالماده الظليله تدفش راس هالانغلاف وترجعه لورا
ليعود لمكانه الطبيعي. يعني ممكن تكون مش بس تشخيصية أيضا علاجية. هي الصورة الملونة. تمام، هي الصورة تشخيصية وعلاجية. أنا وأنا عم أعمل هذا المنظر، أنا شخصت انغلاف، بكمل حقن للمادة الظليلة، بتدفش رأس الانغلاف وبعود وبيرجع لمكانه الطبيعي، وبتصير المادة الظليلة على كل الأمعاء. هون معناتها رجع الانغلاف ورجعت الأمور إن شاء الله بخير. نعم. هيدي في حال المادة الملونة، بس كعلاج إذا في حال ما تمام هالمادة الملونة ما دفشت الأمعاء أو حثتها على الخروج. تمام، مثل ما قلنا الحمد لله يعني 80% من الأولاد وممكن أكثر من 85% ما يحتاجوا جراحة عن طريق هالمادة الظليلة اللي نحن بنحقنها عبر الشرج. حلو، إنه نسبة 80 لـ85. تماما، بنحقن هالمادة الظليلة عبر الشرج بدون جراحة بدون أي شيء، الولد يطيب ويشفى من حالة الانغلاف إذا كان بهذا العمر. أحيانا إذا في سبب تاني للانغلاف، مخبي الانغلاف وراء شيء تاني، وقتها ممكن نحتاج للجراحة. الجراحة بنحتاج إذا فشل هذا العلاج بالمادة الظليلة، بنحتاج للجراحة. جراحة تقريبا مثل عملية الزائدة بنفس المكان، بنعمل شق صغير بالبطن، ممكن نعملها. بنشوف العملية تماما، هي فتحنا البطن وصرنا جوا، هي عم يرجع على اليمين جهة الزائدة. تماما تماما، هي شوف كيف عم يرجع الأمعاء اللي فايتة بعضها، عم يدفش من المنطقة البعيدة للقريبة، وعم يرجع بيحاول الانغلاف، احنا بنسميه هذا وشيق الانغلاف، وبيحاول يرجعه. هل عم يرجع معه؟ نحن هالإجراء بيتم ببطء، ما بيجوز نعمله بشكل أجريسيف يعني يكون شديد. وشوف عم يرجع معنا، كيف عم ترجع الأمعاء اللي كانت فايتة ومنغلفة داخل بعضها. سهلة العملية دكتور ولا فيها تعقيد؟ جدا سهلة العملية، جدا سهلة، ممكن تتم بالجراحة التقليدية وممكن تتم بالتنظير. قد ايه مدتها؟ ما بتاخذ وقت للامانه، يعني ما بتاخذ وقت كبير، تقريبا اقل من عمليه الزائده شيء نص ساعه او اقل من نص ساعه ممكن تحتاج. وبعد ما تنجح عمليه الرد، هلا اغلب الحالات نحن بنحسن نردها يدويا، احيانا هاي القطعه ما بنحسن نفكها يدويا، بتكون متاثره ترويتها، هون بنضطر نقص الامعاء ونرجع نخيط مكان المكان الانغلاف. تمام، بحالات قليله ممكن ما نحسن نرجعها ونرده، لانه جدار الامعاء بيكون تموت وتنخر والتصق ما عاد فينا نرده، لذلك بنضطر. يعني ممكن يوصل لهون جدار الامعاء بهالفتره القليله اللي هي اقل من 24 ساعه. تمام تماما، ممكن يوصل وما عاد نحسن نحن نرده. نعم، اذا هون بساعتها بتتم عمليه قص منطقه الانغلاف ووصل الامعاء، وصل الامعاء ببعضها مجددا. بنكون بشيء صغير بنوصل لشيء كثير كبير، يعني هلا يعني خطرة. هلا انت دائما توصيل الامعاء، هلا انت بس دائما بتحكي بقصه انك توصلي امعاء الولد، بدك تخليه على السوائل ما ياكل ويشرب 3 أيام أو 4 أيام، هي شغله يعني. اما بين انه انت كان فيك ترديه ومباشره خلال 6 ساعات ياكل ويشرب الولد، اذا هون التاخير بعرضه على الطبيب والمباشره بعلاج ممكن يؤدي لهون، لذلك الوقايه مثل بيقولوا خير من خير من طار علاج. نعم. طب خلينا بالحالة اللي هي بتاخذ نص ساعة مجرد إعادة، يعني كأنه سحب الأمعاء الدقيقة من قلب من داخل الأمعاء الغليظة، بتاخذ تقريبا نص ساعة والولد بنفس اليوم بيعيش حياته طبيعي. تمام. من ناحية الأكل يعني والشرب. تمام، نحن خلصنا العملية، نجح رد الانغلاف بدون إجراء خياطة وقص للأمعاء، بدون جراحة، رجع بدون جراحة، طلعنا على منظر الأمعاء، لقينا منظر القطعة المنغلفة حيويتها طبيعية، منظرها طبيعي، ما في علامات انثقاب. أوكي، نحن بنسكر البطن ومنخلي الطفل على السوائل 6 ساعات تقريبا، لقينا أموره كويسة، ما عاد في إقياءات عند الطفل، الولد بلش يطالع خروج براز طبيعي، فحص بطنه كويس. قولا واحدا ما راح يضل في بقاء بعد ما نردها، لقينا فحص بطنه كويس، فينا نبلش له بالسوائل خلال 6 ساعات، إذا تقبل السوائل فينا نبلش له بحمية طرية، أكل طري، بعدين أكل عادي، وفي خلال 24 ساعة يتخرج من المشفى. بيوم واحد إن شاء الله السلامة للكل، أطفال والكبار. دكتور، هل بترجع؟ تمام، بتعاود هذه الانغلافات للأمعاء؟ تمام، نحن إنه ترجع إحنا بنسميه النكس، يعني إنه تنكس هاي الأعراض. نعم، في نسبة نكس تقريبا شيء 5% إنه احتمال إنه ترجع الأعراض مرة تانية، وأكثر فترة ممكن ترجع فيها الأعراض هي أول 24 ساعة، لكن إحنا بنخلي الولد 24 ساعة بالمشفى، لأنه ممكن خلال 24 ساعة ترجع تتكرر نفس الحالة هو بالمشفى، وبعدين خلال أول 6 أشهر أكثر نسبة تانية ممكن تتكرر فيها النكس. وإذا قطعوا 6 شهور خلص بتخف نسبة إنه يتكرر، إنه تخف في نكس أو ترجع الأمعاء تتداخل بعض. تماما. نحن رح ناخذ فاصل دكتور، نرجع نتابع النقطة هيك، إذا في توصيات لك من قبلك للأهل للأطفال اللي بيصير عندهم انغلاف أمعاء، لننتقل إلى محور آخر. فاصل قصير مشاهدينا وإلنا عودة، خليكم معنا.
سر من أسرار السعادة بالحياة إنه ناكل اللي بنحبه. الجسم بينمو بالأكل والعقل بينمو بالتفكير. خلينا نفكر مع بعض وخبركم سر خفي. يلا معي اختاروا الأكل. الأكل بكون فريش. الأكل الغير مطبوخ ما بيعني إنه أكثر فائدة من الأكل المطبوخ. الأهم من هيدا وكله أنه نعرف كيف نطبخ بشكل صحي وسليم. وهون بيكتمل الشكل مع المضمون. معكم مشاهدينا لاستكمال حلقة الليلة من برنامج صحة وحياة. برحب فيكم عن جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نتابع موضوعنا اليوم عن انغلاف وانسداد الأمعاء عند الأطفال وأيضا التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال مع الدكتور وسام التمر أخصائي جراحة الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور. رح نغلق انغلاق الأمعاء هذا المحور ولكن مع توصيات وإرشادات من حضرتك للأهل لحتى ينتبهوا أكثر ويتفادوا أنه تصير عند الأطفال أو ينتبهوا لها بشكل مباشر حتى ما يتألم طفلنا أكثر. تماماً. نحن أول شيء بنتمنى السلامة أكيد لكل الأطفال. الأمهات بنحاول نرشدها إنه شوية توصيات. هلأ بالعادة مريض الانغلاف هو ثلثي الحالات هما ذكور وليس إناث. ثلثي حالات الانغلاف لما أكثر الذكور من أكثر من الإناث. شغلة تانية ممكن نحكيها على الانغلاف إنه الانغلاف بتم عند أطفال حالتهم التغذوية بتكون جيدة. بكون تقريبا سمين شوي صحته منيحة. عرفنا السبب يا دكتور. بسم الله أكيل. تمام. ما بيتحمل الأمعاء. بتكون صحته تماما كويسة. والشغلة الثالثة اللي ممكن نحكيها في نسبة شيوع لانغلاف الأمعاء عم تيجي بفصل الخريف والشتاء. يعني هدول يعني القصص. قصدك بالإنتانات الفيروسية. إنتانات فيروسية. وقت بيكون في عندهم فلو هالقصص. تماما. لهذاك إن هذا السبب البدئي ممكن يكون عنده إنتان فيروسي حرض للانغلاف. يعني هدول القصص أول شيء الأم إذا ابنها صحته منيحة إذا تقريبا هو ذكر إذا مثلا فصل الشتاء صارت عنده هالأعراض تمام بالفترة الزمنية اللي قلنا عنها تحت عمر تقريبا سنتين هاي غالبا نحن منرجح انغلاف الأمعاء. تمام. البكاء الشديد اللي الأم أول مرة بتشوفه بهاي الطريقة بترجح هذا الشيء. نحن دائما ننصحهم يتوجهوا بسرعة كتير كبيرة لموضوع الطبيب. يروحوا على الطبيب. أهم شيء أي بكاء أي حالة مرضية ما أنا طبيعية عند الولد أو بكاء ما أنا طبيعي يتوجهوا بأسرع وقت لعند الطبيب. دكتور هنا هو مرض شائع ولكن هل شائع بس بوقتنا هلأ ولا من قبل من زمان؟ من زمان انغلاف الأمعاء شائع من زمان بس يمكن التوعية كانت مختلفة. تماما. وهلا أكثر ناس بيعرفوا انغلاف الأمعاء هن الناس اللي صارت معهم هاي القصة. هلا لذلك بيقول لك الولد بس تتكرر معه الحالة مرة ثانية اللي احنا بنسميه النكس الأهل مباشرة بشخصه خلال ساعتين ثلاثة الأهل بشخصه بيجوا صاروا يعرفوا. تماما. دكتور بدنا نحكي هلا عن انسداد الأمعاء وشو العلاقة بيناتهم بين انغلاف
الأمعاء وانسداد الأمعاء. تمام، مثل ما حكينا بالبداية انغلاف الأمعاء هو أحد أشياء أسباب انسداد الأمعاء، انسداد الأمعاء عند الأطفال الصغار الرضع والأطفال الصغار. إذا انغلاف أمعاء هو انسداد بالأمعاء، يعني عم يسكر لمعة الأمعاء. نعم، لأنه عم تدخل الأمعاء ببعض. تمام، الانسداد شو معنات انسداد؟ أنه لمعة الأمعاء تسكرت، تمام، ما عاد مرأت الطعام من هالأمعاء. نعم. إذا انغلاف الأمعاء هو أحد أشكال انسداد الأمعاء. هو سبب من الأسباب. تماما. طيب شو هو الانسداد وشو له أسباب أخرى تانية؟ أسباب الانسداد، انسداد الأمعاء له أسباب كتير كبيرة. ممكن أي شيء بانفتال صار عندي بالأمعاء سكر الأمعاء، ممكن بعد العمليات الجراحية الأمعاء صار فيها التصاقات تعمل انسدادات ما عم يمرق. أي عملية جراحية؟ أي عملية جراحية على البطن، أي شق بنعمله بالبطن بعد فترة ممكن يصير فيه التصاقات بالأمعاء، وهالالتصاقات تؤدي إلى تزوّي. أنا بنحكي عند الأطفال. عند الأطفال ولا عند الكبار؟ دائما أي عمل جراحي على البطن ممكن يسبب التصاقات بالبطن، بعد فترة يشكل انسداد. لا سمح الله الأورام ممكن تسكر الأمعاء أو تعمل انسداد. أي شيء بيضغط على الأمعاء من برا من الكتل المجاورة أو شيء ممكن يعمل انسداد بالأمعاء. أحيانا الزائدة الدودية بالحالات المتقدمة ممكن تتظاهر بانسداد أمعاء. في كتير أسباب ممكن تعملنا انسداد أمعاء. كمان شائعة عند الأطفال. أي الأطفال في أمراض إحنا نسميهم عند حديثي الولادة، الأمعاء عندهم أورليدي بتكون مسكرة، تشوه خلقي بيكون جزء من الأمعاء مرتوق أو مسكر، هذا أحد أسباب انسداد الأمعاء عند الأطفال أو حديثي الولادة. نعم، عم تقول في بتصير هيك مثل التصاقات للأمعاء اللي هي يعني بتسكر الأمعاء. تمام. هون يا أما بيولدوا عم تقول حضرتك بيكون عيب خلقي، يا أما إذا تعرضوا لجراحة، ولكن عم نحكي إحنا تحديدا عند الأطفال، يعني صار ممكن ما يكون عندهم تعرض للجراحة، كان عم بيكون إما سبب خلقي أو إذا في شيء من الحياة اليومية له علاقة بالأكل بالشرب. تماما، نحن حسب الفتره تبع العمر تبع الطفل نحن من توجه باتجاه سبب جراحي. مثلا اجانا طفل بعمر السنتين بنفكر اول شيء بانغلاف الامعاء، اجانا طفل مثلا بعمر اصغر في احنا امراض تانية اسمها روتج ميكل ممكن يتظاهر. روتج ميكل هو عباره عن بيكون جزء من جدار الامعاء طالع لبرا زياده نحن بنسميه هذا روتج. تمام، هذا روتج ميكل ممكن يتظاهر بانسداد امعاء. نحن حسب العمر تبع الطفل ممكن نقول أحيانا مثل ما قلت لك الالتهاب الزائدة الدودية ممكن يظهر بانسداد. الأولاد ممكن يصيبهم لا سمح الله أورام لنفوما أو أي أورام بالمستقيم ممكن يصيبهم للأطفال ممكن نحن نفكر بالانسداد. بالإضافة مثل ما حكينا لموضوع التشوهات الخلقية، في عندهم شيء بنسميه سوء دوران للأطفال، سوء الدوران ممكن يؤدي لانفتال بالأمعاء بأي مرحلة من مراحل العمر، هذا الانفتال بيظهر يعني الانسداد. الحياة اليومية أو أكل وشرب الطفل هون ما له علاقة. إحنا بنقول أمعاء أو جهاز هذا يكون له علاقة. في شيء لا وعي عنا. تمام. هلا في حالات لموضوع الأكل والشرب منشوف في مثلا نحكي مو أكل وشرب، خلينا نحكي عن الألعاب، في نزل أحيانا ألعاب صغيرة هيك بتكون مثل الجيلي بيلعبوا فيها الأولاد، أحيانا ببلعها الولد الصغير. هالجيلي هذا أحيانا بالأمعاء بياخد شوية مي وبيكبر حجمه وبتنفش، هون بتسكر له الأمعاء. هاي شفناها كتير بالممارسات، يعني الأجسام الأجنبية الألعاب الصغيرة اللي منلاقيها داخل البيت كل شيء حجمه صغير ممكن يبلعه الولد، هاي كتير منشوف حالات انسداد أمعاء إحنا مسميها بجسم أجنبي. وهي شفناها أكثر من مرة وأكثر من حالة منلاقي أجسام أجنبية اللي هي الألعاب اللي بيلعب فيها الأولاد أو أي شيء أو حتى العملات المعدنية أو أي شيء ممكن يبلعها الولد وتسكر له الأمعاء. أحيانا في كمان نزل ألعاب صغيرة مثل المغناطيك هيك بيكون ألعاب دائرية صغيرة مثل المغناطيك أحيانا بيبلعها الولد وبيلتصقوا بعض وبيسكروا الأمعاء، وكمان شفنا حالات كتير من هذا الموضوع. في هذا العضادة اللي دايما بتكون مع الولد لا تأثير أو بينتشها عادي، هدول الشغلات الصغيرة ما بتأثر، بس الشغلات اللي فيهم جيلي وبيكبروا جوا وبيبلعنوا الولد مثل ما قلت لك العملات المعدنية، وبالفترة الأخيرة طلع ألعاب صغيرة هيك مثل الماجنتيك يعني فيها هو الولد كل شيء بحطه بتمه. تمام، لذلك الأم تنتبه بشكل رئيسي إذا إحنا فينا نوقي إنه ما تضل الألعاب هاي الصغيرة قريبة عليه. طيب في عوارض يعني هو انسداد أمعاء، يعني أكيد ما عم بياكل يشرب الطفل، أكيد ما عملية البراز أو التبرز ما بتتم، شو في عوارض أخرى كمان تلفت نظر الأهل بشكل مباشر حتى ما تتطور حالة الطفل؟ تمام، هلأ مثل ما قلت انسداد الأمعاء بتظهر بإقياءات المراجعة، الإقياءات أول شيء بتكون طعامية أو حليبية، إذا ساءت أو اشتدت الأعراض ممكن يصير لون الإقياءات بأصفر، هذا مشعر أنه الانسداد اترقى ووصل لمرحلة كتير كبيرة. بالإضافة للبطن، البطن بمراحل الانسداد شوي متقدمة ممكن يكبر البطن ويصير عنده انتفاخ بالبطن كتير كبير. بالإضافة مثل ما تفضلتي هو توقف الخروج والغازات، وأحيانا إذا صابوا التهاب أو انتان دم ممكن يزيد الوضع سوء وتلاقي الولد متعب منهك.
كمان شو بتنصحهم انه الاهل يتوجهوا للطبيب بشكل سريع يعني؟ تماما. هلا الام بتعرف ابنها، لذلك الحالات الجراحيه الشديده ما راح تخبي حالها، خلال فتره بسيطه الام راح تتوجه للطبيب. ونوعيه الاقياءات، هلا الطفل الصغير بيتقايا اقياءات حليبيه، بيتقايا اقياءات حليبيه، وبتعرف امه انه هذا الاقياء طبيعي. شافت نوبات الاقياء تكررت اكثر، شافت ترافقت ببكاء، شافت ترافقت تقريبا بتوقف خروج، بنقص شهيه، اي سلوك مختلف عن العاده، الام بتعرف ابنها ممكن تتوجه مباشره للطبيب. نعم. عمليه التشخيص كمان دكتور، التشخيص للانسداد، هلا في شيء مهم، تشخيص الانسداد اول شيء بنبلش بالقصه السريريه، الام بتخبرنا انه عنده هالاعراض، عنده اقياءات. مجرد ما قلت لنا الام عنده اقياءات ولونها اصفر، نحن بنفكر بالانسدادات. تمام. ونفحص البطن، بنلاقي بطن الطفل كثير كبير، بترجع في انتفاخ للبطن، انتفاخ لانه الفضلات ما عم تخرج من الشرج، لذلك عم تكبر وبتكبر حجم البطن وبتضل موجوده داخل البطن. بالفحص السريري بنلاقي حجم البطن كبير، بنفحص الشرج ما بنلاقي فيه براز بالمستقيم، بنعمل صوره بسيطه او صوره اشعه اكس راي بسيطه، بنلاقي البطن معبى سوائل ومعبى غازات، وهالسوائل ما عم تنزل لتحت. هي ابسط اجراء، وبعد الفحص السريري نعمل له صوره اكس راي بسيطه بتفرجينا انه البطن معبى سوائل وغازات، بنحن بنسميها سويات سائله غازيه، بتدلك انه انا في عندي انسداد بمكان ما. هم تضطروا تعملوا اكس راي ولا ممكن تستغنوا عنه التشخيص بما انه الطفل هلا مثل الانغلاف مو ضروري نعمله الاكس راي انغلاف الامعاء، ممكن اذا عملنا له مثل ما حكينا الاشعه التلفزيونيه قبل اسهل، الاشعه التلفزيونيه او الايكو او الالترا ساوند ممكن نشوف الانغلاف، ممكن ما نعمل له اشعه اكس راي. اما حالات الانسداد الثانيه بنضطر احيانا نعمل له اكس راي. كمان لما يصير في هذا الانسداد او التصاق الامعاء، هل الطبيب خياره دغري مباشره جراحي ولا في علاج ممكن يخفف ويعالج الحاله؟ تماما، حسب نوع انسداد الامعاء اللي نحن قدامه. مثل ما تفضلتي حضرتك، التصاقات الامعاء ممكن نعالجها علاج دوائي. الولد بنوقف له الفيدنج، بنوقف له التغذيه، بنحطه على سوائل وريديه ومنراقبه لمده يومين ثلاثه اربعه، ممكن هذا احنا بنسميه العلاج الدوائي، انه انت تعطيه انتي بايوتيك، تفتحي له وريد بدل ما ياخذ حميه عن طريق الفم، بتعطيه سوائل وريديه، بتغذيه للولد عن طريق السوائل الوريديه وبتراقبيه بشكل يومي. ممكن نسبه كبيره من حالات التصاق الامعاء تشفى على هذا العلاج اللي بنسميه العلاج المحافظ. اذا استجاب الولد على العلاج المحافظ ما في داعي. قد ايه بيستمر العلاج؟ نحن حسب مراقبته، ممكن اذا لقينا الولد خفت اعراضه بعد ما الولد ما عم ياكل ويشرب، ممكن ما يصير عنده اقياءات، نحن لانه حاطين له سوائل وريديه بالسوائل الوريديه. ممكن يصير في حركه بالامعاء بتخلي هالامعاء شوي شوي يتصرف، خلال 24 ساعه بيبين معنا يا هذا الولد عم يتجه باتجاه انه يشفى على العلاج المحافظ، يا بنلاقي اعراضه ساءت وصارت اشد وصارت الاقياءات اشد وصار بيحتاج لجراحه بالمراقبة المتتابعة خلال المشفى. كمان بيصير في اقتطاع للجزء المنسد أو الملتصق بالأمعاء ولا شو؟ تمام. حسب نوع التشوه أو المشكلة اللي عملت انسداد نحن بنعمل جراحة. إذا كنا عم نحكي بس على الالتصاقات اللي حضرتك حكيتي عليها، التصاقات ممكن بس نحرر هالالتصاقات، وإذا في أمعاء متزوية على بعض فاتلة على بعض ممكن نحررها. أما إذا في شيء سادد من جوا الأمعاء لابد إنه نحن نفتح الأمعاء، إذا في جسم أجنبي جوا نطلعه ونرجع نخيط الأمعاء. إذا في لا سمح الله أورام ممكن نحن نستأصل الورم ونرجع نخيطه. إذا في رتوق من الأساس أو انسدادات بالأمعاء إلها تقنية خاصة وإلها طرق جراحية خاصة بنشتغلها. أغلب الأوقات بتحتاج بتر قص للجزء من الأمعاء ومفاضل. هل إلها مضاعفات؟ إلها تأثير على السرة أو الفتق؟ له تأثير عليها أو في علاقة بيناتهم أو لا؟ بين الفتق اللي بيصير بالسره وانسداد الامعاء. تمام. هلا ما في علاقه بنوب بيناتهم، بس فتق السره اي امساك او اي انسداد بالامعاء بيخلي الفتق يطلع لبرا ويبين اكثر، لانه عم تقول انه الانسداد هلا بيعمل فتق، بيزيد الضغط داخل البطن بيعمل. بس اما شي علاقه بيناتهم لا، ما في علاقه بنوب. يعني هذا شيء هو شي نتيجه لانسداد الامعاء. تمام. بيقولوا لك احيانا احد اسباب الفتوق اي امساك، اي شيء بيخلي يصير عند المريض امساك وبشد اكثر يمكن يخليه يظهر عنده فتوق. نعم. طب دكتور، هل بتعود هذه الانسدادات والالتصاقات بغض النظر عن الأجسام الغريبة داخل الجسم، هل بتعود كطبيعة أمعاء عند الطفل؟ مثل ما قلنا، هلا موضوع انسدادات الأمعاء هو موضوع كبير وفي له أسباب كتير كبيرة. تمام. له أسباب كتير كبيرة. إذا كان سببه جراحة وصار عندي التصاقات الأمعاء لزقوا ببعض، هذا ممكن يتكرر. نعم.
طب دكتور أنا بدي أسألك إذا عندك أي إرشادات بموضوع انسداد الأمعاء قبل ننتقل لالتهاب الزائدة الدودية عند الأطفال، عندك شيء إرشادات للمشاهدين؟ هلأ بعتقد هلأ صارت الصورة واضحة بالنسبة لانسداد الأمعاء، يعني هي إنه نراجع الطبيب عند أي إقياء بنلاحظه غير طبيعي، عند أي تصرف أو قلة شهية أو نقص بالتغذية عند الطفل، أو أي بكاء صارخ بصوت عالي بنراجع أقرب طبيب. نعم كمان الزائد الدودية كمان شائعة عند الأطفال إنها بتلتهب، ليه يا دكتور؟ تمام، هلأ الزائدة الدودية شائعة عند الأطفال، تقريبا هي من أكثر عمليات على البطن عند الأطفال، أكثر العمليات اللي بنشتغلها عند الأطفال على البطن هي عمليات التهاب الزائدة الدودية واستئصال الزائدة الدودية، شائعة جدا، وهي تقريبا لها ميل للذكور أكثر من الإناث، تمام؟ مثل الانغلاف يعني كمان ميالة للذكور أكثر من الإناث وبينصابوا. والزائدة الدودية كمان العمر تبعها، يعني احنا بالأطفال العمر فيه تقريبا وسطية من عمر 12 ل 18 سنة بتكون شائعة موجودة وبكثرة التهاب الزائدة الدودية بعمر المراهقة. طب دكتور نحن رح نشوف فيديو تشريحي للزائدة الدودية وظيفتها بالجسم، يريد تخبرنا بتعليق من حضرتك على الفيديو. تمام، أنا نفسي أعرف الدورة يعني وظيفتها بالجسم الزائدة الدودية. نعم نشوفها هون هالموقع هلا بنشوف هاي الزائدة الدودية، مكان التقاء مثل ما قلنا الأمعاء الغليظة بالأمعاء الدقيقة، حتى هذا مكان شائع دائما بيصير فيه مشاكل. هاي هي عبارة عن بنية أنبوبية تقريبا وسطيا طولها 1 سنتيمتر. هلا هون عم يفرجونا الأمعاء الغليظة هذا الأعور. شو اللي ممكن يؤدي لالتهاب الزائدة الدودية؟ هاي ممكن فضلات برازية قاسية عم تنزل وبتسد لمعة الزائدة الدودية، بتسد الأنبوب اللي هو الزائدة الدودية، سدته للزائدة الدودية. هي المفروض تكمل ولكن سدت. تمام تمام. هي بالعادة بتمسيرها معاكس، سدت الزائدة الدودية، الزائدة الدودية بلشت تحتقن، تتأثر ترويتها، صار تجمع للمخاط والجراثيم جوات الزائدة الدودية، صار تعطينا زائدة دودية ملتهبة. المريض طبعا مثل ما احنا شايفين بيتعرض لألم بطني شديد، بحط ايده على بطنه، ممكن تترافق بأعراض تانية شديدة. نعم هاي نفس الفيديو تقريبا عم يعرض لنا زائدة دودية. طب اذا يعني سبب التهابها هي لما يكون في انسداد لها بسبب الفضلات، وهون بقى طبعا بتكثر الفيروس والبكتيريا. تمام، هلا اسباب التهاب الزائدة الدودية كثيرة، ممكن يقولوا لك اي شيء ممكن بيسكر لمعة الامعاء لمعة الزائدة الدودية، اي شيء ممكن يسكرها ممكن يؤدي لالتهاب زائدة دودية، مثل احيانا اللي بياكلوا مثلا الفواكه، بذر الفواكه هذا الصغير ممكن يسد لمعة الامعاء، احيانا البراز السميك القاسي ممكن احيانا يسكر لمعة الامعاء، حصيات برازية ممكن تيجي حصاوة وتسكر لمعة الزائدة الدودية، كل شيء ممكن يسكر لمعة الزائدة الدودية ممكن يؤدي لالتهاب الزائدة الدودية. حتى مثل ما حكينا العقد اللمفاوية أحيانا ممكن يعني يتسكر الزائدة الدودية، تتسكر بسبب التهاب بصير بجدار الزائدة الدودية، هالعقد اللمفاوية تضخمت وسكرت الزائدة الدودية، ما عاد في تصريف، هون بتؤدي لالتهاب يعني الزائدة. طب عند الأطفال نفس الأسباب يعني نفس الشيء، بس ليش شائع عند الأطفال؟ هو العمر الأشياء بهي الفترة موجودة تقريبا بأي عمر، بس العمر الأشياء من 12 تقريبا ل 18. وليه الأولاد أكثر الفتيات يعني الصبيان أكثر من الفتيات؟ هلا حقيقة ما في سبب، ما في شيء تشريحي، بس هي نسب إحصائية يعني بيقولوا لك تقريبا عند الذكور أكثر من الإناث. نحن بنلاحظ إنه أحيانا كمان بيصير في إهمال لإلها حتى لو عند الأشخاص اللي يعني مفروض أهلهم منتبهين أو واعيين، أو هني مثلا كمان من 12 ل 18 يعني في وعي، مش في إهمال لإلها لدرجة كمان أنه ممكن يوصل الشخص لدرجة أنه بيقولوا انفجرت الزائدة أو على يعني شفير الانفجار مثل ما بيقولوا. ليه برأيك هذا الإهمال وقديش مضاعفاته خطرة؟ تماما، سؤال كتير حلو. هلا نحن الزائدة الدودية أنا قلت لك ممكن العمر الأكثر من 12 ل 18، بس ممكن هي تصيب أي عمر. هلا الزائدة الدودية إذا صابت مثلا طفل عمره سنة، نسبة إنه الزائدة الدودية تنسقب تقريبا بتوصل ل 100%، إنه تنفجر الزائدة الدودية وتعمل له التهاب للبطن وتعمل له مشكلة، نسبة 100% تقريبا. هذا العمر لأنه هي غير شائعة بهذا العمر، الولد عم يبكي وما نعرفانين شو السبب، ممكن لا سمح الله تنفجر وتعمل له مشكلة. لذلك مو إهمال، ممكن يكون ممكن لأنه ما إجت بالعمر اللي نحن متعودين عليه متوقعين. والأهل تأخروا. بقول لك بعمر مثلا الخمس سنوات أو الأربع سنوات نسبة أنه تنفجر كمان شيء تقريبا 80%، ونحن ما ممكن لحقنا نشخصها. أما هذا الشاب أو المراهق اللي بعمر 12-18 سنة بحسن يعبر، بحسن يقول لك أنا عندي ألم، بتحسن تسأله، بحسن بيجاوبك. من هون بتيجي صعوبة الأطفال ومشاكل الأطفال. ألم الزائدة مستمر. تمام، وبزيد. واللي بيميز الزائدة مثلا عن موضوع الانغلاف اللي كنا حاكينه، في أعراض تانية مرافقة أكثر. شو هي الزائدة؟ هي التهاب الزائدة الدودية، عندي التهاب
بس نحكي التهاب في عندي حرارة. في حرارة، في خمول، في. تماماً. بس نحكي التهاب معناته أنا عندي حرارة، الألم البطني موجود وموجود بشدة، وما فيك تشخصي بيقولوا لك دائماً زايدة دودية بيكون ما يكون في عندك نقص بالشهية شديد. يعني تقريباً شيء 98% من حالات التهاب الزايدة الدودية بيجي المريض بيقول لك ما لي نفس أكل، ما لي شهية، أو أنت بتسألي بيقول لك ما في شهية للأكل. ممكن تترافق بغثيان وبإقياء، أحيانا بتترافق بإسهال أو إمساك، بس العرض الأساسي هو الألم البطني. والألم البطني المميز بالتهاب الزائدة الدودية ببلش أول شيء حوالي السرة، ومش على شكل مغص. لا. كيف بيكون؟ بيبدأ ألم بطني حوالي السرة، مع الوقت هالألم البطني بيروح لمكان الزائدة اللي هي بتتوضع بالجهة اليمين. بتتوضع بالألم بيصير باتجاه الأسفل واليمين من البطن. هون هاي القصة بس نسأله للطفل أو نسأله للأهل بيقول لك والله بلش بنص البطن الألم وانتقل الألم للجهة اليمين. هذا واحد من الأعراض اللي بتقول لك أنا غالبا أنا قدام التهاب زائدة دودي، بالإضافة للأعراض الثانية المرافقة اللي حكيناها اللي هي الحرارة ونقص الشهية، الغثيان، الإقياء، وممكن الإسهال. طب دكتور قد ايه بتاخذ مدة لما يكون في انسداد وما عم بيصير في التروية لها قبل ما تلتهب هيك، قد ايه ممكن الجسم يقاوم او انه ما تعمل اي مضاعفات؟ يعني قد ايه بتاخذ وقت لحتى تتفاقم الحالة؟ تماما. بالنسبة للزائدة الدودية. تماما. هلا صار بلش الالتهاب عندي بالزائدة الدودية، سكرت لمعة الزائدة الدودية، تجمع داخل هالزائدة، تجمعت الجراثيم جوا الزائدة الدودية، صار في عندي التهاب. ممكن هالزائدة الدودية يزداد الالتهاب فيها لأنه انقطع عنها التروية، انقطع الدم بسبب هالضغط اللي عم يصير عليها، ممكن تنفجر. تمام. هالحدسية هاي ممكن تاخد 10 ل 12 ل 24 ساعة، ممكن يصير عندي انفجار أو انتقاب بالزائدة الدودية. أوقات في ناس بيقولوا يعني انفجار زائدة دودية فجائي. تمام. ما كتير بيكون عنده عوارض الشاب أو شيء. تمام. هلا هاي الحالات ممكن نشوفها عند الشباب. الشاب بيتحمل الألم البطني. صارت مع خيم. تماما. أي تماما. هي فجأة صار عند إنه الشباب. آخ الحقوني كانت على شفير إنه تنفجر يعني. تمام. الشاب مقاومته أكتر وبتحمل أكتر، بيعتبر المغص ممكن يروح يلعب جيم، ممكن يساوي أي شيء، ما بهمه هذا الألم البسيط اللي بيكون بداية التهاب الزائدة الدودية، بيكون ألم بسيط نتحمل ودائما بيجينا وجع. تمام. هو عم يلعب وهو عم يمارس نشاطاته اليومية، ممكن يزيد هذا الالتهاب يوصل لمرحلة ما عاد يقدر. طب قبل ما نروح للتشخيص والعلاج دكتور، إذا انفجرت الزائدة الدودية. عفوا، شو خطرتها هون؟ شو مضاعفاتها؟ هلا مثل ما قلنا، هلا انفجار الزائدة الدودية مثل انفجار أي قطعة من الأمعاء أو انسقاب أي قطعة من الأمعاء، محتويات الأمعاء بتروح للبطن. راحت للبطن، عملت التهاب بالبرتوان وانتان بالدم. صح. وتسمم بالدم اللي هو شيء كتير خطير. وفيروسات. تماما. ممكن تؤدي تسمم بالدم وبتصير حالة كتير خطيرة. عيد الشر عن الجميع. بالنسبة للتشخيص دكتور؟ تمام. مثل ما قلنا دائما التشخيص ببلش بالقصة، ناخد قصة سريرية من الأهل، قصة واضحة. منشوف الأعراض، الأعراض بتوجهنا بشكل كتير كبير. بالفحص السريري نحن في علامات بتدلنا أنه هاي التهاب زائدة دودية، نفحص بطنه للطفل منلاقي في ألم شديد بالمنطقة اليمين. تمام. نحن طبعا فحص الطفل ما هو الفحص السهل، لذلك احنا بنحاول نحكي معه، نخليه يلتهي بالحكي، ناخده على موضوع ثاني او مكان ثاني، ونحن بنكون عم نفحص هاي المنطقه. الفحص خصوصا الالم الشديد بالمنطقه اليمين هو الاساس اللي بنسميه الم بنقطه ماكبورني، هاي الالم الشديد بهاي المنطقه. وفي علامات ثانيه بالفحص السريري ممكن ترجح انه هذا التهاب زائده دوديه. بالاضافه للفحص السريري والعلامات اللي بتكون موجوده، ممكن نطلب للمريض تحاليل دمويه. التهاب معناته أنا عندي ارتفاع بتعداد الكريات البيض، الكريات الالتهابية بالجسم بتكون مرتفعة. صحيح. بالغالبية. هلأ ما يعني أنه أنا إذا الكريات البيض ما أنا مرتفعة ما عنده زائدة، بس غالبية الالتهاب الزائدة دودي لازم ترتفع الكريات البيض، وترتفع حساب نوع من الكريات احنا بنسميه العديلات المعتدلات، مو حساب اللمفاويات. هذا الالتهاب بيقولك أنا عندي ممكن يرجح التهاب زائدة دودية. بالإضافة لذلك إذا أنا ظلت الأمور مختلفة علي، ممكن أعمل ألتراساوند، أشعة تلفزيونية. إذا كان الطبيب اللي عم يعمل أشعة تلفزيونية دقيق، ممكن يشوف لك الزائدة الدودية قطرها أكبر من القطر العادي. بالعادة قطر الزائدة الدودية تقريبا 6 ملليمتر، ممكن يلاقيها أكبر، ممكن توصل لواحد سنتي. قال إن هي 1 سنتي، أن في تجمع سوائل حوالي الزائدة الدودية، هاي مشعرات إنه أنا عندي حدسية التهابية. تمام. هون هاي الإيكو عم يفرجينا، عم نعمل إيكو، هي أحد الوسائل التشخيصية، وعم يفرجينا مكائن الزائدة الدودية. بيساعدنا الإيكو مثل ما قلنا أنه نشوف الزائدة الدودية. نعم. وبناء على التشخيص العلاج أكيد. تماما. هلا نحن الإيكو أحيانا موضوع الزائدة الدودية مو من السهل أنك تشخصي،
هلا صعب جدا انك تشخصي زائده دوديه. احيانا بتيجي اعراض وصفيه اعراض نموذجيه بتشوفي المريض وبتشخصي مباشره. بس بيجيك احيانا الم بطني مبهم ما انا ادرانين الشخص انه التهاب زائده دوديه، الايكو لحاله ما بكفي، ممكن نطلب له سي تي سكان طبقي محوري لنشوف بشكل ادق. هاي يعني تشخيص قاطع بتعطيك تشخيص بنسبة أكبر. يعني هو الإيكو بيد خبيرة، الأشعة التلفزيونية بيد خبيرة، والطبق المحوري ممكن يعطوك نسبة تقريبا 80-90% من التشخيص. نعم. هدول بيوجهوك أنه أنا عندي التهاب زائدة دودية. أوكي. هون بتحضر المريض. تمام. التهاب الزائدة الدودية هي حالة جراحية ما إلى يعني علاج ما إلى علاج دوائي أو علاج طبي أو علاج محافظ، نحن بنسميه علاجه هو علاج جراحي قولا واحدا. هلا الزائدة التهاب الزائدة الدودية ممكن نقسمه احنا لقسمين، التهاب زائدة دودية حاد بسيط، والتهاب زائدة دودية اللي هي الزائدة بتكون مثقوبة أو مختلطة نحن بنسميه. التهاب الحاد البسيط هاد أموره كتير بتكون بسيطة، آلية الالتهاب بسيطة. أما المشكلة وين بتكون؟ الزائدة الدودية المثقوبة أو المنفجرة اللي عملت مشاكل. هذا له طريقة علاج ومقاربة، وهذا له طريقة علاج، بس قولا واحدا هو علاج جراحي استئصالة يعني للزائدة الدودية. تماما. بالالتهاب الحاد البسيط تكون الزائدة الدودية ملتهبة، جدارة ما مثقوب، نفوت نحن بعملية جراحية بسيطة يا بالمنظار يا بالجراحة. ممكن نحن مثل هون هاي الجراحة التقليدية، شق جراحي بالجهة اليمين، فتحنا الطبقات تمام، فتنا للبطن، سحبنا الزائدة هاي لونها أحمر ملتهبة تمام، نستأصلها من قاعدتها وبنربطها تمام، ونرجع نسكر البطن. عملية بسيطة ما بتاخد تقريبا نصف ساعة، والشق صغير أسهل. هلأ أكثر ميزة المنظار هلأ هو الجراحة الجديدة تمام، ثلاث ثقوب صغيرة تقريبا سنتي سنتي منفوت. ميزة المنظار هي مسكنا هون الزائدة الدودية، من قاعدة الزائدة الدودية نحن بنحط لها ربطتين صغار وبنستأصلها وبنطلع. ميزة الجراحة التنظيرية معروف أنه فترة نقاها أقل، المريض بيرجع على شغله أقل بوقت أكبر، وبالنهاية الجروح هي تجميليا أحسن. نعم. طب دكتور في مضاعفات لإزالتها ولا دورها مش كتير مهم ما بتأثر؟ لا لا لا، ما في هالمضاعفات الكبيرة من الناحية الوظيفية لموضوع استئصال الزائدة الدودية. بس نحن مثل ما ذكرت لك قبل شوي بأسباب انسدادات الأمعاء، نحن وقت ما شلنا الزائدة نحن عملنا شق جراحي. نعم. هالشق دائما بيعرضك أنه ممكن مع الوقت يصير عندي التصاقات وممكن يسبب انسداد أمعاء. هاي الاستئصال بالنسبة للالتهاب الحاد البسيط بتكون الزائدة مثل ما شفنا. نعم. واضحة تمام، نستأصلها بشكل سلس. بس بيكون ممكن في حالات بيكون عندي الزائدة مسقوبة أو مفجورة وعاملة ممكن تكون خراجة. نعم. تمام. هون أحيانا ممكن ما نعمل العملية بشكل إسعافي، ممكن نعطي أنتيبيوتك لفترة طويلة للمريض، أعطينا أنتيبيوتك ممكن نعمل الجراحة نخليها بوقت متأخر لتخف الالتهاب. تمام. راح تفوتي ما راح تحسني تستأصلي الزائدة، ممكن تأذي أكثر من إنك تقدمي شيء منيح للمريض. في أكثر من طريقة، ممكن تعطي أنتيبيوتك بعد 4 أسابيع تستأصلي الزائدة. في ناس ممكن يفوتوا مباشرة بهاي الحدسية الالتهابية واستأصلوها، بس فيها جزء من الصعوبة. هاي الزائدة المسكوبة أو المفجورة أو العاملة خراجة، إذا كانت الزائدة داخل البطن عاملة خراج تجمع قيح داخل البطن، ممكن نفتح نطلع هذا القيح البص الموجود ونسميه نحن تفجير لمكان الزائدة ونطلعه، بعد فترة ممكن نعمل الجراحة بشكل تقليدي. في توصيات وإرشادات بشكل سريع دكتور للأشخاص اللي يصابوا بانفجار زائدة دودية أو التهاب، يعني أو لما يتم استئصالها بشكل عام، هل هناك أي إرشادات؟ هلا بشكل رئيسي هلا نحن وقت ما نعمل العملية للمريض بنخبره من انه عمليتنا هي راح تكون جراحة بسيطة، جراحة تقليدية او جراحة بالمنظار. هلا الجراحة بالمنظار هي افضل واسرع، والارشادات ممكن المريض ما يتاخر يرجع على شغله بشكل منيح. اهم شيء ما يتعرض لتروما، يتعرض لردود، بيدفي حاله المريض. ممكن نعطيه نحن هلا حسب، اذا التهاب حاد بسيط ممكن نعطيه انتيبيوتيك ليوم واحد. اما الزائدة المفجورة ممكن نعطيه انتيبيوتيك لمدة اسبوع او لعشر عشرة أيام حسب الحالة. يعني حسب كل حالة ممكن نحن نعطيهم توصيات معينة. نعم. أنا بدي أشكرك دكتور، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، مرسي كتير على هيدا المعلومات القيمة. شكرا لوجودك معنا دكتور وسام التمر اختصاصي جراحة الأطفال من مستشفى الزهراء في الشارقة. أهلا وسهلا نورتنا. تسلمي. شكرا لكم. شكرا.